مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. في مديرية شهداء النجف الأشرف احتفالية لتقديم بعض الاستحقاقات المالية إلى ذوي الشهداء في المحافظة. لجنة من وزارة الداخلية تنجز ملفات تعيين عدد من ذوي الشهداء في محافظة المثنى على ملاك الوزارة. مؤسسة الشهداء تشارك في فعاليات اليوم السنوي للجامعة المستنصرية. عدنان حردان حسن طالب آخر من ذوي الشهداء ينال شهادة الدكتوراه عبر قناة مؤسسة الشهداء. وفي زاوية أخبار مؤسسة الشهداء نتابع. مديرية شهداء الديوانية تقيم احتفالا لتوزيع وجبة جديدة من الحقوق والامتيازات بين ذوي الشهداء في المحافظة. احتفلت مديرية شهداء الديوانية بتوزيع وجبة جديدة من الحقوق والامتيازات بين ذوي الشهداء في المحافظة بمبلغ إجمالي قدره 633 مليون و770 ألف دينار. مدير مديرية شهداء الديوانية أمين جميل أكد أن توزيع هذه المبالغ يأتي عرفانا لدماء الشهداء من أبناء الديوانية وتقديرا لتضحيات ذويهم. تقيم اليوم مؤسسة شهداء في محافظة الديوانية احتفالية بمناسبة توزيع هدايا المتزوجين الجدد والطلبة الناجحين والمنحة الطلابية، وجاءت هذه الاحتفالية تكريما للعوائل تضحياتهم الجسيمة ومواقفهم البطولية وهم يقارعون النظام البعثية المباد. والمؤسسة مؤسسة شهداء تسعى دائما لخدمة عوائل الشهداء. بمشاركة مديرية الشهداء ذي قار إقامة مهرجان مصطفى جمال الدين السنوي. شاركت مديرية شهداء ذي قار في مهرجان مصطفى جمال الدين السنوي الخامس الذي أقامه التجمع الثقافي في سوق الشيوخ وحضره أكثر من 100 شاعر وأديب. مدير مديرية شهداء ذي قار عبد الحسين هادي هجر أكد أن المديرية كرمت الشاعر الكبير الدكتور مصطفى جمال الدين مادياً ومعنوياً تقديراً لإبداعه الشعري والأدبي وعرفاناً لموقفه في مقارعة نظام البعث الباد. اليوم مؤسسة الشهداء تشارك المهرجان الكبير الخاص بالشاعر المجاهد الشهيد مصطفى جمال الدين في الخامس طبعا الذي يقام في مدينة سوق الشيوخ. طبعا لنا مشاركة هذه العام متميزة بإكمال ملف الشاعر باعتباره شهيدا، حيث أن قانون مؤسسة الشهداء يوصي كل من هاجر بشكل قسري يعتبر شهيد، وبالتالي اعتبر هذا العام السيد مصطفى جمال أحد شهداء العراق، وبالتالي لا بد لنا من مشاركات مستمرة إن شاء الله. كذلك شاركت مؤسسة الشهداء بتسمية الساحة الرئيسية في سوق الشيوخ باسم الشهيد وتعليق صورة خاصة بالشهيد. مديرية الشهداء المثنى تنظم بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان في المحافظة ورشة عمل بشأن حقوق الإنسان وقانون حماية المقابر الجماعية.
نظمت مديرية الشهداء المثنى بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان في المحافظة ورشة عمل بشأن حقوق الإنسان وقانون حماية المقابر الجماعية. الورشة تضمنت شرحا تفصيليا عن التعاون المشترك بين مؤسسة الشهداء ووزارة حقوق الإنسان، خصوصا ما يتعلق بالكشف عن المقابر الجماعية وتنفيذ الحملة الوطنية لجمع معلومات ما قبل الفقدان لشهداء المقابر الجماعية، فضلا عن مناقشة قانون مؤسسة الشهداء وما يوفره من امتيازات لذوي الشهداء. كل بقعة من أرضنا تحتضن شهيدا، وفي كل فسحة من سمائنا ترفرف روح شهيد. وكيفما قلبت في صفحات التاريخ تجد قصة كتبها شهيد، حتى صرنا أمة صنع تاريخها شهداء الحق. والاهتمام بذوي الشهداء وأبنائهم دفاع عن ذلك التاريخ المشرق من التضحيات. مؤسسة الشهداء هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تعنى بذوي الشهداء. أهلا بكم من جديد. بحضور رسمي وشعبي كبير، أقامت مديرية شهداء النجف الأشرف احتفالية لتوزيع بعض من الاستحقاقات المالية بين ذوي الشهداء في المحافظة، تعويضا عن معاناتهم في حقبة الدكتاتورية المقيتة. التفاصيل في التقرير الآتي. في إطار جهودها الرامية إلى تعويض ذوي الشهداء عن الحرمان الذي عاشوه في حقبة حكم نظام البعث البائد، ذلك الحرمان الذي طال جميع مجالات حياتهم، أقامت مديرية شهداء النجف الأشرف احتفالية لتوزيع بعض من حقوق ذوي الشهداء الواردة في قانون مؤسسة الشهداء. حرصت مؤسسة الشهداء وبرعاية دولة رئيس الوزراء ومعالي رئيس المؤسسة دكتور عامر القزاعي بتكريم عوائل الشهداء وتسليمهم استحقاقاتهم من منحة الطلبة ومنحة بدل الإيجار وهدية الزواج ل 369 عائلة. بعدما كانت تعاني العوائل من الظلم والطغيان، اليوم نكرمهم وهم مرفوعين الرأس لما قدموا شهداءهم التضحيات من أجل عراقنا الجديد، عراق الديمقراطية. رابطة ذوي الشهداء التي تحرص على المشاركة في الفعاليات التي تقيمها مديريات الشهداء في بغداد والمحافظات، شاركت في احتفالية مديرية شهداء النجف الأشرف مسجلة الشكر والعرفان إلى الراعي الأول لذوي الشهداء دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي وإلى رئيس مؤسسة الشهداء. دأبت رابطة ذوي الشهداء على حضور جميع مناسبات أبناء الشهداء وأخوانهم مؤازرة لهم، ولتعلن أنها واقفة لهم وبهم ومن أجلهم. اليوم زرنا مدينة النجف الأشرف وحضرنا الحفل المقام بمناسبة توزيع بعض الاستحقاقات على عوائل الشهداء. اليوم من مدينة النجف الأشرف نوجه شكرنا لدولة رئيس الوزراء صاحب التوقيع الأحمر الذي خط بيمينه إعدام الطاغية المقبور صدام وجلاوزته العفنين. شكرنا الجزيل من جميع أبناء الشهداء من أولاد الشهداء لدولة رئيس الوزراء وللأستاذ الدكتور عامر الخزاعي رئيس مؤسسة الشهداء. ذوي الشهداء الذين شملتهم مديرية شهداء النجف الأشرف بتوزيع الاستحقاقات ثمنوا جهود المديرية في تكريمهم، معبرين عن شكرهم لدولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي لموقفه المشهود في تنفيذ القصاص العادل بصدام، داعين المولى جل في علاه أن يبقي دولة الرئيس سندا لذوي الشهداء. التكريم جميل، ولكنه لعوائل الشهداء هي أجمل وأوقع وأحق. نثمن جهود مؤسسة الشهداء على بذلها كل قصارى جهدها في سبيل إنعاش هذه الشريحة الاجتماعية المتضررة من النظام السابق، فبالتالي أنصفتهم أنصافا ويستحقون المزيد من هذا. أشكر دولة رئيس الوزراء على رعايته لأبناء الشهداء وحضنه
الدائم لهم، والذي أثلج صدورنا حين وقع على أعدام الطاغية. ونشكر المؤسسة، مؤسسة الشهداء في بغداد ومديرة الشهداء في النجف الأشرف، واحتضانها لذوي الشهداء ولأبناء الشهداء. وحين تقدم مديرية شهداء النجف الأشرف هذه الحقوق والامتيازات إلى ذوي الشهداء، فإنما لتؤكد حرصها على بذل كل ما في وسعها خدمة لهذه الشريحة المعطاء. في مديرية الشهداء المثنى أنجزت لجنة من وزارة الداخلية ملفات ذوي الشهداء من أبناء المحافظة المعينين على ملاك الوزارة بصفة موظفين مدنيين. المزيد في التقرير الآتي. تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي التي نصت على تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية في الوزارات المختلفة إلى ذوي الشهداء، أرسلت وزارة الداخلية لجنة لمقابلة ذوي الشهداء المعينين على ملاكها في محافظات الوسط والجنوب. واليوم تواصل اللجنة عملها في مديرية شهداء المثنى لغرض إنجاز ملفات المقبولين من ذوي الشهداء في المحافظة كموظفين مدنيين في وزارة الداخلية. قامت وزارة الداخلية بإرسال لجنة في المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط لغرض مقابلة ذوي الشهداء المتقدمين على التعيين في وزارة الداخلية. حقيقة هذه تعتبر الوجبة الخامسة بعدد 1200 متقدم إلى التعيين من ذوي الشهداء. أتمنى حقيقة من كل الوزارات أن تحذو حذو وزارة الداخلية من حيث الاهتمام وتطبيق هذا القانون فيما يخص تعيين ذوي الشهداء، وبحسب النسبة المقررة اللي هي 10% لذوي الشهداء. شكري وتقديري إلى وزارة الداخلية، وذلك لاهتمامها الواسع بعوائل الشهداء وذوي الشهداء فيما يخص تعيينهم على ملاك وزارة الداخلية. استنادا إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم بتحديد نسبة 10% من تعيينات ذوي الشهداء في كافة الوزارات، ارتأت وزارة الداخلية بتنفيذ هذا التوجيه، واعتبرت الوزارة الأولى في تنفيذ توجيه رئيس الوزراء في تعيينات ذوي الشهداء. نحن اليوم في صدد تعيين 1200 شخص من ذوي الشهداء على عموم محافظات العراق، وتشكلت لجنة من وزارة الداخلية لغرض المقابلة المتقدمين، وبدأت أعمالها في البصرة، وتمت مقابلة مجموعة كبيرة من ذوي الشهداء، ونحن اليوم في المثنى، محافظة المثنى، لإكمال استجراءات تعيين المحافظات المتبقية. المعينون على ملاك وزارة الداخلية وذوهم عبروا عن شكرهم وتقديرهم لدولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ورئيس المؤسسة الدكتور عمر الخزاعي لدورهما في توفير فرص العمل لذوي الشهداء تعويضا عن معاناتهم في حقبة الدكتاتورية. نشكر رئيس الوزراء على هالمبادرة الجميلة لذوي الشهداء لتعيينهم على الملاك الدائم، وهذا فضل منهم. طبعا نشكر المؤسسة مال الشهداء مال المثنى، عرفت على هذا الجهود الطيب، يعني الوادم هاي عوائل الشهداء كلت خبزة من الله ومن عندهم. ونشكر السيد المالكي عرفت على هاي المبادرة الحلوة، والسيد الوكيل عدنان هذا الأسدي عرفت، والف الحمد لله والشكر. نشكر الأستاذ نور المالكي رئيس الوزراء، ونشكر الأستاذ الأقدم عدنان الأسدي على هذا الإنجاز الرائع، والتعيينات إن شاء الله هاي الشباب العطالة بطالة، أن عيننا شباب جزء من عندنا، والحمد لله والشكر إن شاء الله نجاح تام. ويمثل تخصيص الدرجات الوظيفية إلى ذوي الشهداء جانبا من جهود المؤسسة في رعايتهم تعويضا عن الحرمان الذي قاسوه في حقبة حكم نظام البعث البائد. Thank you.
لن ندعك وحدك، نحن عائلتك، مؤسسة الشهداء. مؤسسة الشهداء هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تعنى بذوي الشهداء من ضحايا البعث البائد. شاركت مؤسسة الشهداء في الفعاليات المختلفة التي نظمتها الجامعة المستنصرية بمناسبة ذكرى تأسيسها، كما أقامت مديرية الشهداء الكرخ معرضاً لصور وسير الشهداء وإصدارات المؤسسة. مع هذا التقرير، تقديراً لجهود الجامعة المستنصرية في احتضان الطلبة من ذوي الشهداء ورعايتهم في الدراسات الأولية والعليا، شاركت مؤسسة الشهداء ممثلة بمديرية شهداء بغداد الكرخ في احتفال الجامعة بذكرى تأسيسها. اليوم تصادف هي الذكرى 51 لتأسيس الجامعة المستنصرية، وحضرت مؤسسة الشهداء متمثلة مديرية شهداء الكرخ للمساهمة في هذا الاحتفال، حيث تم التنسيق مع رئاسة جامعة المستنصرية على تكريم الطلب الدارسين في جامعة المستنصرية من ذوي الشهداء بمبلغ من المال. وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر الجزيل للسيد رئيس مؤسسة رئيس الجامعة المستنصرية لاهتمامه المميز بالطلبة من ذوي الشهداء. الجامعة المستنصرية وبمناسبة يومها السنوي كرمت مديرية شهداء بغداد الكرخ تقدير لتعاونها المستمر مع الجامعة، كما كرمت الطلبة من ذوي الشهداء عرفانا لدماء الشهداء. باسمي وباسم مديرية شهداء الكرخ أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس الجامعة المستنصرية على منح درع التميز لمتابعتنا المستمرة للطلبة من ذوي الشهداء، وتم تكريم الطلبة إكراما لدماء شهدائهم الزكية. وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل إلى عميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور قصي عبود الجابري لمنحي ومنح موظفي شعب الشؤون الطلبة شهادة تقديرية إكراما لهم. وعلى هامش الاحتفال بيوم الجامعة المستنصرية، أقامت كلية الإدارة والاقتصاد مهرجانها الثقافي الذي شاركت فيه مديرية شهداء بغداد الكرخ عبر معرض لصور وسير الشهداء وإصدارات المؤسسة، من أجل أن يطلع الجيل الجديد على تضحيات شهداء العراق في مقارعة ديكتاتورية البعث البائد. هذا المهرجان تضمن عدة نواحي، بعضها كان معارض للصور، بعضها مسرحيات، وبعضها معارض للرسم. كما قامت مؤسسة الشهداء بأيضا قامت معرضها للصور، وهذا المعرض تم احتضانه من قبل كليتنا. إننا وبهذه المناسبة لا بد لنا أن نشكر كل الجهات التي عملت على إنجاح هذا المهرجان السنوي، وأخص بالذكر مؤسسة الشهداء، وكذلك كل الطلاب الذين ساهموا في هذه الاحتفالية، وكذلك منتسبي الكلية من أساتذة وموظفين. برعاية رئيس المؤسسة الدكتور معالي رئيس المؤسسة الدكتور عامر خزاعي المحترم، تقيم مديرية مؤسسة شهداء الكرخ معرضا مشتركا مع كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية، يعرض فيه
ما خلفه النظام البائد من الجرائم ضد أبناء شعبنا العراقي العزيز. في إطار فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تقيمه كلية الإدارة والاقتصاد جامعة المستنصرية، كان أحد الفعاليات قدمتها لنا مشكورة مؤسسة الشهداء، يعني تطرز لنا تاريخ الشهادة والبطولة لأبناء العراق العظيم، ولا سيما أبناء الشهيد الأول محمد باقر الصدر والشهيد الثاني محمد صادق الصدر قدس الله أسرارهم، والشهداء العراق الذين دافعوا عن العراق والذين ظلموا كثيرا وقدموا أرواحهم فداء للعراق. وتمثل مشاركة مؤسسة الشهداء في احتفالات الجامعة المستنصرية بيوم تأسيسها نقطة ضوء تسلط على مسيرة شهداء العراق في مقارعة نظام البعث البائد والرعاية التي تقدمها مؤسسة الشهداء تعويضا عن معاناتهم في تلك الحقبة. حصل الطالب عدنان حردان حسن على شهادة الدكتوراه في الإعلام بتقدير امتياز ليلتحق بقافلة الطلبة من ذوي الشهداء الذين ينالون شهادات عليا عبر قناة مؤسسة الشهداء. لنتابع هذا التقرير. في إطار الرعاية التي توليها المؤسسة للطلبة المتفوقين من ذوي الشهداء، شهد قسم الصحافة الإذاعية والتلفزيونية في كلية الإعلام بجامعة بغداد مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالب عدنان حردان حسن عن رسالته الموسومة التعرض للقنوات الفضائية العربية الغنائية وانعكاساته الاجتماعية. تناول الطالب فيه الآثار السلبية والإيجابية للفضائيات التي تقوم على الغناء كمادة أساسية في برنامج بثها. ناقش جرة اليوم على موضوع على قدر كبير من الأهمية، يتحدث عن موضوع التعرض للقنوات الفضائية الغنائية وانعكاساتها الاجتماعية على الشباب، وهذا موضوع مهم جدا وبأثار واضحة على المجتمع. الباحث تطرق لهذه القضية من خلال الكتابة النظرية لعدد من المتغيرات الأساسية لها علاقة بالإعلام التلفزيوني المتخصص وموضوعة الفضائيات الغنائية، وكيف يمكن لها أن تؤثر على الشباب من خلال الانعكاسات الاجتماعية المتعلقة بالقيم الثقافية وبالسلوك الاجتماعي الذي يمكن يكون سلبياً ومتأثراً بهذه الفضائيات. الباحث عبر عن شكره وامتنانه لموقف مؤسسة الشهداء المؤازر له، ابتداء من قبوله في الدراسات العليا حتى حصوله على شهادة الدكتوراه، مرشدا بجهود المؤسسة في دعم الطلبة من ذوي الشهداء لينالوا الشهادات العليا. أشكر مؤسسة الشهداء على دعمها لي كطالب بالقبول للدكتوراه والحصول على شهادة الدكتوراه إن شاء الله بعد إجراء تعديلات على الأطروحة وملاحظات الأساتذة اللجنة. فمؤسسة الشهداء بذلت جهد كبير أولا في الفرصة في القبول اللي هي باستثناء العمر والمعدل، وأيضا أشكرهم على المساعدات المالية والدعم المستمر لي ولطلبة ذوي الشهداء الذين ضحت عوائلهم من أجل العراق الجديد. وتحرص المؤسسة على أن تمنح المتفوقين من ذوي الشهداء الفرص لإثبات وجودهم بالحصول على الشهادات العليا في الاختصاصات المختلفة وفاء لدماء الشهداء. مشاهدين الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.